السلام عليكم حبايبي وصحابي. في ناس كتيرة جدا بتسافر بلاد علشان تدور على المعصية. الناس اللي بتروح الساحل الشمالي علشان تدور على ازاي تتفنن في ان هي تعصي ربنا، ازاي تتفنن في ان هي تشرب خمور وتشرب مخدرات وان هي تصاحب وترافق بنات. ده اسمه التمتع الزائل اللي انا بسافر له بلاد علشان اعمله، بغضب ربنا وانا في المصيف بدل ما استمتع بجو المصيف واستمتع بالجو الجميل بتاع البحر والمناظر الطبيعية الجميلة اللي ربنا اديها لنا. انا بدور على ازاي اعصي ربنا، بدور على طريقة ازاي بيها اخرج عن ملة الاسلام والمسلمين. يا جماعة طب ما تخلي المصيف ده بالنسبة لي خدمة ليا يخدمني في الاتجاه الصح ان انا اوصل بيه لربنا بثواب عالي بثواب كبير. انت بتسهر لغاية صلاة الفجر على البحر، ليه ما تصليش الفجر وتقعد في المسجد بتاع القرية اللي انت بتروحها اذا كان مارينا ولا ماربيلا ولا مراقية، وتختم القرآن او تقرأ قرآن لغاية الشمس ما تشرق. ايه المشكلة في كده؟ فيها مشكلة لما بدل ما اعصي ربنا من صلاة الفجر لغاية الشروق اعمل عمرة بقرايتي للقرآن ده. يعني حاجة سهلة جدا ان انت تعملها، بس استغل المصيف استغلال صح في دينك. فيها ايه لو انا وانا في المصيف ده بدل ما اخد مواعيد من بنات او من صحابي اللي انا رايح اشرب معهم مثلا مخدرات في اليوم بتاعي، لا، ان انا التزم بصلاة الظهر في المسجد، بصلاة العصر، بصلاة المغرب، بصلاة العشاء. جماعة صدقوني والله هيبقى مصيف عليك كله خير، وهيبقى مصيف انت استفدت منه مع ربنا كتير جدا جدا جدا، بدل ما تلاقيه كله شر وانت سافرت بلاد، بدل ما تعمل ثواب كبير وبدل ما تاخد حسنات كبيرة انت سافرت بلاد وسافرت مسافة طويلة عشان تاخد برضو حسنات كتيرة جدا عند ربنا. اللي بيدور على الكاس والخمرة والصحبة السيئة في المصيف، لأ، دور على الصحبة الطيبة في المصيف. ابعد عن أي موبقات تجيب لك أذية في دينك وتجيب لك أذية مع ربك. التزم في مصيفك، احنا مش المصيف ده اللي هو جهنم بالنسبة لنا، ولو عايزينه يبقى جنة يبقى بنات ومخدرات وخمرة، لأ، عايزين المصيف يبقى جنة يبقى حاجة جميلة بالنسبة لنا، يبقى برضو التزم مع ربنا في دينك جوه وقت المصيف، وما تسافرش عشان تغضبه، سافر مسافات طويلة عشان ترضيه. مصيف سعيد وصيف سعيد وأجازة سعيدة على المسلمين جميعا. شكرا حبيبي.